3/5 من كل سنة بيصادف هو يوم الحرية للصحفيين أو اليوم العالمي لحرية الصحفيين، وهذا اليوم هي مناسبة لتعريف الجماهير بانتهاكات حق الحرية في التعبير، وكمان بتذكيرهم بالعديد من الصحفيين الشجعان نحكي اللي أثروا الموت أو السجن في سبيل تزويدهم بالأخبار اليومية وكل التغطيات نحكي الحصرية في كل الشؤون العربية المحلية في الحروب، كانوا يأثروا بحياتهم في صحتهم في سبيل حرية الصحفيين. خلونا احنا وياكم نحضر الفيديو التالي، بعديها رح يكون باستضافة الصحفي الرائع خالد القضاء. اهلا وسهلا فيك خالد. اهلا وسهلا خالد، يسعد اوقاتك. اهلا فيك، شكرا. اهلا وسهلا. هلا احنا وياك خالد رح نطلع نحضر هذا التقرير ونرجع لحتى نبلش نقاشنا وحوارنا بيوم حرية الصحفيين. اولا اهنئ يعني جميع فرسان الكلمة بهذا اليوم، وأطالب يعني أن نستغل هذه الفرصة لإعادة التفكير والنظر مطولا في موضوع التشريعات التي تعتبر مصدر لتقييد حرية التعبير. أخص بالذكر قانون ضمان حق الحصول على المعلومة رقم 47 لسنة 2007. هذا القانون مضى عليه أكثر من 10 سنوات. هذا القانون لا يخدم عملية إنفاذ حق الحصول على المعلومة. هذا القانون حتى الآن ما زلنا نواجه مشكلة في إنفاذ هذا القانون لدى الوزارات والمؤسسات العامة. يعني عندما يعني نقول بأن هناك يوم خاص للإعلام يتبادر إلى الذهن حرية التعبير، حرية الصحافة. يعني هل الصحفي أو الإعلامي أخذ قدرا كبيرا من حرية التعبير، أم أن هناك موانع يعني تحجب الحرية ولا يستطيع أن يقول الحقيقة كاملة؟ ففي هذا الإطار أقول بأن حرية التعبير يعني ليست حرية بالمطلق، وإنما هناك يعني موانع أو هناك يعني ما يحد من هذه الحرية. وأعتقد يعني حرية الصحافة هذه الأيام أصبحت كبيرة جدا، ولأن الحدود والقيود بين الدول والأماكن أصبحت مفتوحة، وليست هناك كذلك أسرار تخبأ، فكل ما يحدث في هذا العالم يعرفه الجميع في وقت قصير جدا. الحقيقة اليوم بتقديري أن الموضوع اختلف قليلا. اليوم في ظل الانفجار الكبير في المعلومات، وأصبح أي مواطن بحصوله على هاتف ذكي بإمكانه أن ينقل الصورة وأن ينقل الحقيقة وأن تتناول وسائل الإعلام المختلفة ما ينقله المواطنون. أنا في تقديري نحن بحاجة اليوم إلى أن نعيد النظر. لم يعد بالإمكان اليوم بإمكان الحكومات أو المنظمات أو الدول أن تحجب المعلومة أو تمنع المعلومة عن الصحفيين. الحريات الإعلامية في الأردن بين شد وجذب. في الظاهر هنالك حرية بالسماح بترخيص مواقع إلكترونية، هنالك سماح لترخيص محطات إذاعية، هنالك سماح بترخيص محطات تلفزيونية، لكن في واقع الأمر كانت هنالك مجموعة أيضا من التشريعات والقوانين التي تمارس نوع من التعسف باستخدام السلطة ضد الصحفيين والإعلاميين. بمناسبة هذا اليوم أقول بأنه رغم أنه التقارير والدراسات التي أجرتها لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الأردنيين والتي تقول بأنه مستوى الحريات الصحفية فوق المتوسط، وهذا يعتبر في المعيار مقارنة بالحريات في الوطن العربي يعتبر معيار متقدم جدا. أقول بأنه رغم هذا التقارير إلا أننا نحن بحاجة ماسة في هذا الوقت تحديدا الذي تزداد فيه أهمية الإعلام نظرا لكل ما يحيط بنا من اضطرابات. أعتقد بأنه من المهم إعادة النظر بالتشريعات والقوانين. الصحفي خالد القضاء من صحيفة الرأي رح يكون موجود معنا اليوم لحتى نحكي احنا وياه عن حرية الصحافة. طبعا الصحفي خالد القضاء معروف بنشاطه في مجال حقوق الإنسان وأنسنة الخبر الصحفي. أهلا وسهلا فيك خالد. أهلا وسهلا فيك. بداية خالد، يعني بدنا نبلش نقاشنا بدور الإعلام، يعني في تعزيز مجتمعات سليمة، في نحكي بمجال حقوق الإنسان، بدنا يعني نحكي أكثر عن دور الإعلام في المجال المجتمعات الإنسانية وتعزيز دور مجال حقوق الإنسان. شوفوا يعني خلينا نرجع الأمور لنصابها. إذا إحنا بنحكي عن دور الإعلام، هو دور الإعلام دور محوري، وهو حق من حقوق الإنسان اللصيقة.
يعني هذا يتطلب أن الإعلام بالحقيقة هو جزء من التنمية المستدامة. لم يعد الإعلام أنك والله أنا عندي حرية تعبير وحق المجتمع بالمعرفة هو أنا أتباهى فيه قدام المنظمات الدولية، لا، صار الإعلام هو جزء من التنمية المستدامة. يعني الأمم المتحدة سنة 2030 يعني تستخدم حرية التعبير لمكافحة الجوع، يعني تخيل أنه الإطار الإعلام بهذا المقابل أنك أنت لما بتحكي عن حرية التعبير بتحكي عن حماية المجتمع، بتحكي عن حقه بالحصول على المعرفة، بتحكي عن إذا لاحظت في المنطقة العربية حالية الدول التي نجت من حمام الدم هي كانت الدول التي كانت تتمتع مواطنيها بمساحة عالية من الحرية. صح. الحرية هو صون للمجتمع، الحرية هو حماية المكونات المجتمع. الحرية التعبير لازم ننظر لها، هي ليست فقط إنها صحافة حرة، هي جزء من التنمية المستدامة، لأنه كل المؤشرات الدولية اللي بتحكي عن التنمية الاقتصادية حتى رفاهيات المجتمع، حرية التعبير ومؤشرات حرية التعبير هي جزء مكون أساسي من هذه المؤشرات اللي بتدل على مستوى تقدم ورفعة هذه الشعوب. صحيح أستاذ. أستاذنا بمناسبة يوم الصحافي، حكينا عن المبادئ الأساسية لحرية الصحافي، يعني هذا كل شيء له مبادئ. نعم. حرية الصحافي إيش مبادئها؟ المبادئ الأساسية أولاً زي ما حكينا بداية أن حرية التعبير هي حق من حقوق الإنسان اللصيق، وهي الحقوق الأساسية. أكيد. عليها أن تضمن الحكومات أن ترد مباشرة في دساتيرها نصوص واضحة تضمن هذا الحق وتنفذه من خلال قوانين غير متعارضة لتنفيذ هذا الحق تماما، وتضمن هذه حرية الصحافة وحرية المجتمع بالمعرفة، وكذلك تضمن تشكيل النقابات الروابط بين الصحفيين وتعدد، هي مهمة، التعددي في الصحف. مثلا نحكي عن صحافة ورقية، نحكي عن إذاعة، نحكي عن تلفزيون، نحكي عن أطياف، هاي التعددية تشمل. صحيح. غيرك أن تكون هاي الصحافة صحافة مستقلة عن الحكومات، هاي ضرورية جدا أن تكون هاي الصحافة هي جزء من الحكومات، لأنها هي بالإطار العام هي صحافة بدها تكون جزء من الرقابة على أداء الحكومات. طبعاً. وهي جزء من العدالة في المجتمع وتعتني بالجنس البشري. يعني تخيل أن حرية التعبير هي نوع من العناية بالجنس البشري. طيب خالد، يعني أغلب الأوقات وأغلب الصحفيين نحكي، وإذا بدنا نحكي نأخذ شوي بارت على معتقلين الرأي، نحكي من الصحفيين دائما بيكون في فجوة بين الصحفيين المعنيين، نحكي بمجال حقوق الإنسان، يعني لا أقصد حضرتك لكن بشكل عام، بين المعنيين بمجال حقوق الإنسان والدستور أو القوانين، نحكي بشكل عام، مش بنحكي بس قوانين الأردن، القوانين بشكل عام. أنا ملاحظ مرات بيكون في شوي فجوة بين القوانين وبين حقوق الإنسان، زي مثلا الصحفيين الناشطين وقت لما تم فك تجنيد عقوبة الإعدام، كان في كتير صحفيين ناشطين في حقوق الإنسان كانوا ضد، وفي نفس الوقت كان في ناس مع. فمرات بتصير فجوة بين حقوق الإنسان وبين القوانين. كيف ممكن نتعامل مع هاي الكيس؟ إذا كان مردود القوانين بالأصل هو مبدأ حقوق الإنسان لن تكون هذه الفجوة، ولكن توضع القوانين مرات أنه حجم التعدي على حقوق الحق المجتمع بالمعرفة، حجم التعدي في حرية التعبير، تأخذ بعض الحكومات ذريعة لفرض قوانين جديدة للقيد بحجة حماية المجتمع. الأردن مثلا نحكي عن 19 قانون أو 18 قانون يمكن محاكمة الصحفي عليها، يعني أي مادة صحفية وأي مادة صحفية ممكن تكتبها. في هناك 18 مادة، مثلا نبلش من قانون الجرائم الإلكترونية، ننتهي بقانون الاتصالات، نروح حتى محكمة أمن الدولة، ممكن لمادة صحفية واحدة توجيه التهمة لأي صحفي من المدعي العام بعدم تحري الدقة والمسؤولية، أو حتى إذا مستوى التقويض النظام. تخيلي نفس المادة النص أنه ممكن يكون قديش فضفاض. هذا التناقض ما بين القوانين أدى إلى هذا الخلل. مرات حتى أنه المشرع لا يعود بالقوانين إلى أصولها وهي قضايا حقوق الإنسان. المشرع ببعض الأحيان كان ليس على كفاءة عالية في سن قوانين لإيمانه بقضايا حقوق الإنسان، وأن حرية التعبير هي جزء مكون قضايا حقوق الإنسان. يعني كثير حقوق يعني أنه بحجة حماية المجتمع يتم فرض قيود على حرية التعبير، وهذا تعبير خاطئ تماما. أنه حماية المجتمع هي بمزيد من الحرية، حماية المجتمع هي بمزيد من التدريب المستمر للصحفي. وأنا لا أعني التدريب الصحفي، التدريب الصحفي ليس فقط الصحفي، التدريب على قضايا حرية التعبير يجب أن يطال المدعين العامين، المحامين،
القضاة أو حتى الناطقين باسم الدولة. فهذا هو إطار عام إذا بنحكي هو ليس الصحفي فقط، الصحفي جزء من هذه المنظومة. حتى مرات نحتاج إلى تدريب حتى رؤساء التحرير، حتى نحتاج إلى تدريب أعضاء مجلس النواب كيفية التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان. طيب أستاذ خالد، حسب مجالك صحيفة الرأي، صحافة يعني حرية الصحافة بالأردن بتحس إنه في لها حرية؟ احنا معظم المؤشرات بتدل انه الحريه بالاردن هي حريه نسبيه. بعض الاشخاص بيقول لك احنا والله افضل من المناطق المحيطه فينا. نسبيه حسب نسبيه يعني هي تقريبا 53-52 في عندك دول غير حره اللي بتحكي عن 38 وتحت على المؤشر الدولي، لكن احنا بمجال الحريه النسبيه. بعض الاشخاص بيقول لك والله انه هاي الحريه جيده، هذه حرية. لكن بدك تحط في بالك انه احنا بنقارن حالنا بمجتمع المحيط، احنا تراجعنا وبينما المجتمع المحيط بنا ترى انهار. احنا ليش ما نقارن حالنا في الدول الاوروبيه؟ بالضبط، قارن حالك ليش الأحسن. ليش تقارن حالك بقول لك والله احنا افضل من الشمال وافضل من الجنوب وافضل من الغرب وافضل وافضل افضل؟ لا، خلينا احنا تراجعنا 8 درجات. هذا ادى ليش؟ الى ماده اسمها الماده 11 من قانون منع الجرائم الالكترونيه اللي ادت الى حبس الصحفيين. في الوقت ذاته كنا نسعى الى انه يكون قانون المطبوعات والنشر رفض مادة حبس الصحفيين، لكن اجت مادة 11 بقانون منع الجرائم الالكترونية استخدمت في قضايا حبس الصحفيين والتوقيف. احكي لنا بالله عن حبس الصحفيين، يعني مثلا هسه بتعرض الصحفي لقضية حبس عن طريق، خلينا نحكي يعني مثلا اذا نزل موضوع اذا ما عجبش خلينا نحكي المجتمع او شيء، يعني بنحبس الصحفي هو بنقول صورة الصحفي انا بعرف وبعطي ممكن رأيه، بس توصل يعني لمرحلة حبس مثلا. هي احنا بنعتبر هي ياتي الى الحبس كقرار، بالعادة احنا ما عندنا مشكلة ابدا مع القضاء ابدا، بالعكس قضاءنا نزيه قضاءنا عادل. صحيح. لكن بالعادة تكون مشكلتنا امام المدعي العام. المدعي العام يا توقيف، نحن نعتبر ان التوقيف هو عقوبة مسبقة، وكثير من القضايا عندما تمر بكل مراحلها القضائية تاتي الى البراءة او عدم المسؤولية. لكن التوقيف مثلا اسبوع أو حتى ليلة واحدة وتمر التوقيف إلى حد ما وصل إلى مرة إلى 100 يوم توقيف بدون لسه محاكمة لسه وبدون أي صدور قرار، من يعوض الصحفي عن هذا التوقيف؟ طب ليش بتعرض الصحفي لهذا الموضوع؟ للتوقيف لأنه تم إسناد إلى المدعي العام مواد عدم تحرر الدقة والمسؤولية. صحيح. وهذه بجرم قانون ونعلق مشكلة أنه في ربط ما بين هذه القوانين وقوانين العقوبات. يعني أنه هذا التنوع بالقوانين قيد الصحفي رأيه. قيد الصحفي، حط عليه رقابة ذاتية عالية جدا عالية. وهذا أدى إلى الجرائم الإلكترونية. تنشر أو لا تنشر، خنعطيكم مثالين يعني حتى شوف كيف تتعامل الدولة. تذكروا مثلا في حادثة لما شارك الأردن في قوات التحالف في محاربة داعش. مباشرة على لسان ناطق باسم الحكومة الوزير الإعلام محمد المؤمن قال أنه صباح هذا اليوم قامت طائرتنا بضرب وعادت إلى قواعدها سالمة. تصريح ما صار تصريح بتوقيت الصحيح في المجال في من الشخص المخول بالتصريح، ما صار عليه أي ردود فعل حتى على شبكات التواصل الاجتماعي. لكن بالمقابل نتذكر مثلا حادثتين، حادث ذهب عجلون عندما أخذت مساحة واسعة ليش؟ ما كان غياب المعلومة أدى إلى بيئة خصبة للإشاعات. صحيح، غياب المعلومة. فهون كل ما كنت أنا فقدت حق الحصول على المعلومة كل ما حصنت في مجتمعنا، لأنه إذا بتعطي أنت المعلومة الصحيحة والدقيقة في توقيتها الصحيح تحمي المجتمع من الإشاعات. مزبوط. للأسف وصلنا لمرحلة أنه صارت الدولة تجند كل وسائل الإعلام لمحاربة منشور على الفيسبوك. ليش؟ لأنه ما في ثقة لأنه إحنا بنحكي فيها أنه تصدر المعلومة من الشخص الصحيح والمعلومة كاملة. لحد هذه اللحظة إذا الدولة أنفذت يعني حقوق الحصول على المعلومة والوصول إلى الإفصاح الطبيعي عن المعلومات. طب خالد، يعني أنت مثل ما يعني عم نحكي بنفس النسق بأنه عم نحكي أنه مرات الحكومة بتسخر خلينا نحكي كل الجهات الإعلامية في سبيل بوست على الفيسبوك، لكن بحس مرات أنه بيكون معها حق، لأنه مرات المصدر بيكون مش معروف مش موثوق. بتلاقي مثلا في شخص بيكون يعني على الفيسبوك عنده آلاف الناس وكلها بتكون يعني تعرف شخص مثلا ممكن يكون عنده كتير ناس
الناس لما يكتب بوست كثير ناس بتعتبره انه هو يعني نحكي مرجع او نعتبره يعني مثل اعلى بياخذه بكلامه بيعتبره انه كلامه صحيح وكذا، فبيصفي انه يعني هو سيف ذو حدين. عندنا الحد اللي هو اللي فعليا بحد من حريه الصحفي، نحكي الصحفي المتاكد والواثق من عمله يعني المعروف بشغله وتعبه، ولكن له الجانب الايجابي بانه بيوقف هدول الناس اللي بنشروا منشورات نحكي مش صحيحه، بيستغلوا مواقف وبيستغلوا نحكي كيان معين صار في سبيل انه شوفوني هيني انا كتبت هيك وهيني حللت هيك وهيني حكيت هيك. برايك يعني هو فعليا سيف ذو حدين، ما إله يعني بحس إنه في هون هذا الجانب الإيجابي وهنا في الجانب السلبي، يعني ما بدنا نكون دائما نلقي اللوم إنه لا أنتم بكثير تأسرونا، برضو ما بدنا ننسى المواطن الصحفي، ما بدنا ننسى الناس اللي بيتقمصوا شخصية الصحفي في مقابل تجيش كثير ناس لطرفهم، فيعني هذا جانب من وجهة نظر يعني. هي الحق الحصول على المعلومة يضمن كل هذه الأشياء. صحيح. إذا كان أنا عندي معلومة، إحنا الصحفيين أنا بحكي للكل، إحنا نعاني من الحصول على المعلومات، إذا الشخص تمنى عن حصول هذه المعلومات فأعطيني أنا كصحفي أحلل أو أتوقع أو أخمن. وغير هذا الأشخاص طبعا صار في عندك المواطن الصحفي، طبعا أنا كصحفي بحلل وبتوقع ممكن في عندي معايير للتحليل، عندي خبرة، ما هي خطورة هذه الصورة، ما هي خطورة هذه المعلومة، ما هي خطورة هذه البوست، هل هو في خطاب كراهية، لكن إذا غابت هذه المعلومة أوكي بتغيب شخص ثاني راح يأخذ هذا الدور يحلل ويخمن. إذا بدك تحارب كل هذه الأشياء نصل إلى حق الحصول على المعلومة من الدولة، وللأسف ما زال هذا القانون قاصر، ما زال هذا القانون يراوح في مكانه. أنا بدي معلومة بقول لي بعطيكها بعد 14 يوم يعني مدة طويلة، 14 يوم مدة طويلة جدا للصحفيين الحصول على المعلومات. حق يعني لازم المجتمع يوم بالمعرفة ساعة أن يكون في عندك، عشانك حكينا أن التدريب لا يشمل فقط الصحفيين، يشمل حتى الناطقين الإعلاميين باسم الدولة. مين هذا الصحفي؟ ليش بدي يحكي معي؟ يعني شو بده هاي المعلومة؟ ليش بدي استغلها؟ يعني وكمان بدك تحط ببالك أنه القانون حفظ كل الحقوق لكل المواطنين طبعاً. أنا على أي شخص يتضرر من أي منشور عليه اللجوء الى القضاء بدليل اللي صار نذكر مثلا المرتبات في الاحداث اللي صارت بتركيا، انه هو المطعم ولا ملها، تخيل بس هذا المترادفه كيف عملت بلبله بالبلد. صحيح. لو كان في تشخيص صحيح للمعلومه هنا يقع على هذه واجب الدوله تقوم بهذا الدور.